لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير، واوعى تنسى تفعل الخير في الايام الطيبه المباركه دي، وتتبرع ل 57 357 او اي امر اخر. طيب، كل شويه هكلمك بكل امانه، يجي خبر يتنشر هنا عرض احتراف من انجلترا لمحمد شريف، عروض تركية لقفش، عروض خليجية لقفش، موسيماني يتلقى عرض من نادي مازيمبي الكونغولي. هقول لك الخلاص، نادي الاهلي احنا كلنا حبايب يعني، بنتواصل يعني، والحمد لله دلوقتي الواتس اب والوسائل البرامج المختلفة خلتك تتكلم اي حد في اي حتة، مش في قطر بس يعني. فالناس قالوا ايه؟ قالوا ان العروض دي جاية من شركات تسويق. قلت لهم لو النبي، هو انا بتاع جوافة؟ ما كل العروض بتيجي من شركات تسويق وبتيجي من وكلاء لاعبين، ايه الحقيقة وقول لي. قال الحقيقة ان وكيل اللاعب وكل واحد بيجيب عرض ما بيقولكش اسم النادي، ما بيقولكش اسم، ما بيديكش معلومة غير لما يعرف رأيك. انا جايب عرض مالي بخمس قروش، انت موافق على الخمس قروش وعلى العرض؟ اقول لك اسم النادي واجيب لك عرض النادي. مش موافق ما بيجيب، ما بيقولكش اسم النادي ولا بيجيب لك عرض النادي الرسمي. هو ده التطور الطبيعي اللي حاصل دلوقتي في عالم الانتقالات. محدش بيبص على مسألة لا والحق واعمل لا الموضوع. لا يا عم، انا مش اقول لك اسم النادي يا النادي الاهلي او يا كابتن امير توفيق، انا اقول لك انا عندي عرض لمحمد شريف بالاحتراف في انجلترا، وعندي مثلا المبلغ 6 مليون استرليني، هدفع لك منهم 2 و4 على 3 سنين وكلام من ده. موافق؟ يقول لك اه موافق او لا. طب ايه اللي يجبر النادي الاهلي انه يوافق على الصيغه بالشكل ده واللعيب عنده هو نجم الشباك الاول، جايب لك عرض من تركيا القفش، اكتر من عرض من اكتر من نادي، طالبين بيعرضوا 2 مليون يورو عشان شراء قفش؟ لا والنبي، يعني ايه 2 مليون يورو؟ ده قفشه رمانه الميزان في النادي الاهلي، ده نجم الشباك الاول في النادي الاهلي. كلمك بكل امان، هو الفرقه فيها مين نجوم دلوقتي؟ قفشه، السولية، ديانج، محمد شريف، بدري بنون، النجوم النجوم نجوم النجوم، علي معلول، محمد هاني، انكل ابو المعطي زكي، طبعا نجم النجوم كلها. لكن انا بكلمك على ناس جاي لها عروض، قفشه ومحمد شريف. استحاله النادي الاهلي يوافق على الصيغه دي، استحاله يوافق على الصيغه دي، استحاله يوافق على الصيغه دي. فالنادي الاهلي بيقول لهم ايه؟ شكرا، مش للبيع. وكلاء اللاعبين يعملوا ايه؟ ودنك منين يا جحا؟ يوم رايحين للعيبه من ورا النادي الاهلي، جاي لك عرض بكذا وكذا، يقول له طب قول لي اسم النادي، يقول له لا مش هقول لك اسم النادي دلوقتي، لو الاهلي وافق اقول لك اسم النادي، لكن اخلي لك حد من انجلترا يكلمك، اخلي لك حد من تركيا يكلمك. فيعملوا زي زمان كده لما حصل العرض بتاع التوأم حسن، لما قال لهم ايه؟ انتوا مطلوبين في السنغال، مطلوبين في السنغال. في الاخر لا اي حد بيكلمهم من اي حته، طلع الموضوع فنكوس. فهنا هنا النادي الاهلي بيقول لك ايه؟ لن اتعامل، خد بقى المبدا، النادي الاهلي هنا ما قالش اللعيبه مش هتمشوا، ولا قال للشركات التسويق او وكلاء اللاعبين مش هتمشوا، قال لهم حاجه مهمه جدا جدا جدا، قال لهم لا اتعامل الا مع عروض رسميه من الانديه بما يتناسب مع مكانه اللاعب وقيمته الفنيه. بالنسبه لقفشه الاهلي مش هيفرط فيه، قفشه زيه زي بدري بنون، زي محمد الشناوي، زي علي معلول وهكذا، زي السولية، زي طاهر محمد طاهر، في لعيبة ما فيش كلام انها تمشي خالص، بالعكس الناس دي قاعدة ومكملة. النادي الاهلي دول القوام، العمود الفقري والقوام الرئيسي، والقوام الرئيسي للفرق، القوام الرئيسي للفرق، فما ينفعش حد فيهم يمشي. لكن النادي الاهلي لا يغلق الباب. ديانج العروض جات له والمندوبين جم حضروا مباراه القمه الاولانيه 2-1 وبيتابعوا مبارياته والراجل نفسه مفتوحه والدنيا ماشيه زي الفل. محمد شريف طبعا لازم تجي له عروض. قفشه لازم تجي له عروض. طيب هقول لك على حاجه وما تزعلش مني. بعض نجوم النادي الاهلي وكلائهم بيجيبوا عروض، ممكن تبقى عروض احيانا غير جاده، بس عارف حد في يا عم ابعت عرض، فيقول له بقى ابعت عرض ليه؟ مستر فلان الفلاني بيكلمك من تركيا، مستر اعلان الاعلاني بيكلمك من لندن، عندي عرض للاعب بتاعك، وشغل اسم النادي غير لما انت توافق.
فالاداره لو هي مهزوزه تجري تسترد اللاعب وكلام بالشكل. فالاهلي قال لك ايه؟ لا، اللي عاوز النادي يبعت او تجيب لي عرض النادي وتفويض من النادي لك عشان يقفله العيب شيحه، العيب شيحه، مش هنقعد نلف ورا بعض. هما بيقولوها كده العيب شيحه، ده مصطلح يعني. لكن اللعيبه نفسها عاوزه تعدي العقد، وانا قلت لكم قبل كده على تعديل عقد قفش وتمديد عقده سنتين، قلت لكم قبل كده على محمد هاني وتمديد عقد، قلت لكم قبل كده على علي معلول وتمديد عقد، عمرو السولية وتمديد عقد، وده هيحصل في الايام المقبله او في الاسابيع المقبله ماشي. فالفكره هنا ان سهل جدا 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 بيحصل فيه تواطؤ من وكلاء بعض اللاعبين لرفع قيمه العقد المالي او الحصول على مميزات ماليه. هو اللاعب بيلعب كام سنه؟ مرحله التوهج بتاعه 5 6 7 سنين، دي مرحله التوهج، بيبقى قبلها وبعدها فالفكره لا، عاوزين ان اللعيبه دلوقتي في مرحله التوهج يعمل دخل مالي كويس. فقفشه بياخد له مش فاكر 4 ولا 5، يقول لك انطرني ل9 انطرني ل11 اظبط الدنيا واظبط المسائل واجيب بقى فيلا واعيش حياتي واللي واللي، وده حقه زي حق اي لعيب. بس بقى الفكره هي استخدام ناس من وكلاء اللاعبين وحاجات بالشكل ده. لكن مفيش عروض رسميه من انديه انجليزيه او تركيه وصلت الى اداره التسويق والتعاقدات عند امير توفيق في النادي الاهلي. طيب لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. عروض الاحتراف لا تتوقف على مستر محمد شريف ولا مستر أفشة ولا حتى مستر إليو ديانج، ولكنها تخطت الأمور ووصلت إلى مستر بيتسو موسيماني.